منتوجات اللي هي متنوعه، زود البصطام، زود السله، زود الكفا، ايلين طبق المكسرات، العدد المنتجات ديال الغاز. المهم نسكر، نحاول نسكر هي الابداع حماس المنتوج النباتي اللي كانت تقليدي غير تزري نفسك من غير زوج سكيز زوج تيشيشين زوج كرتير الحجم مقر. راه نتحاول كتعاونيت اللي سمتو زعما فدا كان ديكورات اللي كاينين عصريه في نفس الوقت كانت الصناعه التقليديه زوج خمسين حصان. نشاركها عدة معارض اللي كاين جهويا وطنيا، نتمنى ان شاء الله مستقبلا نشارك دوليا، نشارك صناعة بلاد الدورة الرابعة نيوي لقب منتجات نباتية الدورة الرابعة، نيوي كرات مغورين احسن ريوان احسن ابداع في البطاطا، نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله منتجات محل ابلك متبعين تحت المغرب، كل التشكيل منتجات من التعشاب، الديكورات اللي نسكرات من التعشاب، المهم غادا قالنا المهم في المعارض يعني ماشي بالضروره اي زنز بنادم ولكن يتعرف منتوجات نص يزرع اريد اسكال كليا يضنيت يزرع تجربه مد من الكم يزرع ارى مد يضنيت ابني ابني الطمس فتاح زود غير لسان الزكي نتحاول ان شاء الله الطمس صحيح المعلومات بين الانجليان نتحاول حتى تصنع حتى تصنع تطور صغير كان الشكل يعني بحال باركتيني هاتي زيد غيكا زايدين غيكا حتى تفوتي ولكن خصك كون زود النصائح راه الطمس راه حتى راه تعاون تحمس تحمس الابداع. الان كيفك يا الصنبله جوكا انا التوي من الجلدات اللي تخدم معاه التوي ديال لقيتها وي دوكا تنسكر ما تونزي وسط البركات زعما تخرج مراكش مراكش فاس تكجل بزاف من مساء السبع من خيرا ما زاد تخدم اعضاء الدرينه التعاونيه تعاونيها شكر طرز الرباطي طرز الكاسي دي دوكان رسم شام العقيق نستخدم العقيق خاصه بالعقيق نسكر طرز على الجلد نسكر الصدام نسكر السيكه نسكر السيره على الصبغه على الثوب كرشي نسكر الجزار الواحد نسكر العقيق نسكر حتى صيامي دوس بلاد نسكر الزيت
هذا المعرض على حساب غرفة الصناعة التقليدية والجمعية المنظمة لهذا المهرجان، وهذا المعرض اللي هو للصناعة التقليدية والصناعة ومعرض محضر الصناع المصنوعات الجلدية الخياطة السياقة إلى ذلك. جينا هنا مشاركين هذا المنتوج اللي هو كان صنعه مجمع الصناعة التقليدية وهو الخاص بالأقاليم الجنوبية وهو الهيدورة التقليدية الصحراوية، وهي مبطنة هون طانة الكبش وجلد الماعز. وكذلك جانب هذا الشكل الثاني هو هذا الشكل، وجبنا أصرام هذا الشكل هذا المولج الدفاس، هذه وسادة صحراوية، وهذه مزود هذا مزود صحراوي عنده فم صغير، وعنده من هون لغات أيضا تعمل لها مسائل كبيرة تفتحوا من هون بالسلسلة. مصنوعات جلدية، جبنا هذا أيضا منتوج جديد هو بعد هذا خاص الواويش الكبار سميت هذا؟ هذا أليويش، يعود هو جلسة المشايخ الناس الكبار. هذا أيضا مدبوغ جلد الماعز صغير. جبنا كذلك عندنا هون فيها بطانية هاي قدر من البطانية كذلك جلسة بلط مصنعة تهيئة تقليدية. وجبنا أيضا هذاك الزي اللي هو كنقولوا نحن مزربي بالثوب، يعود من هنا فيها أيضا هذا صنع اليد الماء الصحراوية كتعدل هذه الكثير، وأيضا من هنا فيها مزاربي ومن الحاشي من هنا فيها أيضا اللون الأبيض عنده دفص جمعت. وعندنا عدد أيضا من المنتوجات اللي هي على حسب بعد الطريق والمسافة البعدية هي اللي ما خلاتنا نجيبه، ما عندنا مسائل اللي هي ما شاء الله. جبنا كل نموذج منه، جبنا هذا الشكل، وهذا عبارة عن مشاركة الأولى إن في هذا المعرض اللي هو النسخة الأولى